مساء الليل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. قبل ما ابدا معاكم عايزك تنزل تحت على صندوق الوصف هتلاقي كل مواقع التواصل الخاصه بيا. انا برد على الكل، ما بطنش حد. اي حد عايز حاجه انا برد عليه في حدود العقل والمنطق بس. وهتلاقي كمان روابط الباي بال والباتريون اذا حبيت تدعم القنوات بتاعتي باي شيء. النهارده هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، كتير طلبوا مني، كتير سألنا عليه، قلت خلينا اعمله في حلقة عشان مش كل شوية اقعد ارد على واحد واوضح له، خصوصا ان هو بيعمل مشاكل كتير جدا. النهاردة هنتكلم عن الطلاسم، كلمات الشيطان او الكلمات الملعونة. يعني ايه طلسم؟ اكيد كلكم سمعتوا كلمة طلسم او تعويذة، ممكن تكونوا سمعتوا الاتنين سوا، كلنا سمعناها كلمة طلسم او تعويذة. في بعض الناس فاكرة ان كلمة طلسم ده شيء عادي، بيحاول يقراها ويشوف هو مكانه فين ويحاول يجربه، 99% بتكون النتيجة موت او دمار للشخص التاني. وبيحصل فيه اللي انا بقول دايما عليه انقلاب السحر على الساحر. طيب معنى ايه؟ ايه معنى الطلاسم او ايه هي؟ طلاسم حلقة وصل بين عالمين. خلينا نتفق، في عالمين، الجن والانس، كل عالم منفصل بذاته. الطلاسم بقى هو المفتاح لفتح الباب بين العالمين دول، الانس والجن. الكلمه دي اصلها اغريقي قديم من تلسمه، اذا انا كنت ناطقها صح. سيبكم من الكلام بيقول لك دي معناها مسلط ومعناها تسليط الجن على الانس والكلام اللي بيقوله صغار التفهه، يعني الكلام ده مش صحيح بالمره، كلام غير كده خالص. طلسم عباره عن شفره، الشفره دي بتربط بين العالمين وبعض، كل واحد معاه الشفره ديت وحلها ما بين اتنين، الجن الموجهة لي والانس الساحر الكافر اللي بيعملها او يكتبها. طبعا هي انواع كتير جدا، خطوط وكلمات ورموز وارقام وحروف واوفاق مش اي حد يفهمها، متصنف حسب الغرض المطلوب منها. يعني اديكوا بعض انواع الطلاسم والغرض منها من غير شرح طبعا، من غير ما اخش معاكم في تفاصيل ممكن تأذي حد فيكم او تضايقكم. طلسم الخدمة، طلسم الخدمة ده مشهور جدا في الهند والصين واليابان، وده عن طريق الكهنة او الدجل اللي بيمارسوا اعمال اللي بيقول لك احنا اعمال روحانية وكلام من ده، بس هي دجل. وعلى فكرة ده شق جدا وبيقعد سنين عشان يوصل للطلسم ده. الفراعنة كمان استخدموه، بس كانوا اذكياء جدا وعندهم خبرة كبيرة في الطلسم ده. كانوا بيكتبوا الطلسم والسحر ده وبيربطوه باسم الكاهن والخدمة المطلوبة منه، وبالتالي بعد موت الكاهن ده ما بيحتاجش الكاهن التاني ان ياخد تدريب، لا، شوية ايام بسيطة وتنتقل كل القدرات اللي كانت عند الكاهن اللي قبله. الطلاسم دي كانت عند الفراعنة لطلب الجن والشياطين، زي خدام الشموع، خدام الشياطين، الجن الخطف، جن التبديل، جن الجلب، كل الحاجات دي، كل ده كان موجود عند الفراعنة زمان. في طلسم تاني اسمه الطلسم الشخصي. طيب الطلسم ده عبارة عن استخدام اسم الشيطان او مارد من مرضة الجن. من شروط الطلسم ده تمجيد الشيطان والعياذ بالله. طلسم الشخصي من انواع الطلاسم اللي ممكن تتنقش على الخواتم او على السلاسل، وبتقال عليه مجازا او بيشتغلوكم بيقولوكم دي مستخدم فيها اسماء التهاطيل السبعة، كلمت فيها قبل كده وقلت قصتها، قلت انها كانت موجودة وانتهت ما بقاش لها اي تأثير. دي مجموعة اسماء بيستخدمها السحرة والمشعوذين، كل اسم من اسماء التهاطيل على حسب كلامهم بيسبب شيء معين. وانا قلت ان هما كانوا موجودين ومات منهم ثلاثة، والتعويذة دي ما بقتش شغالة ولا ليها اي لازمة، وان هي شركية وعبثية وكفرية محدش يدور عليها. هكمل لكم. طبعا هما سبعة والحاكم بتاعهم ثمانية، اللي بقول لك ان كل خادم من دول ليه حاكم معين او ليه خادم معين، زي رقائيل خادمه مذهب، جبرائيل خادمه مرة، سفرائيل خادمه شمهورج، عن بائيل خاتمه زوبعة، سمسائيل خاتمه بحر، كسفائيل ميمون. طبعا كلام فاضي ده كله، طبعا ميمون هو اشرسهم. طبعا الاسماء ديت مش صحيحة بالمرة، بس فعلا شياطين. انا بقول لكم الموضوع بالكامل من جميع النواحي. ويجي يقول لك ايه عزازير، ده بيجي على هيئة حيوانات ضخمة وبيطلب من اللي بيقوم من تحضير السجود ليه وان يلبي مطالبه. في اللي بيجي على هيئة قطة، في اللي بيجي دنهش، اللي بيجي على هيئة راجل، اللي بيلبس عمة حمراء وايده اللي يسرع حاجة زي علامة النزية، وفي ذات المحاسن اللي بتحضر في القبور، وعائنة ونائلة ذات الشعور ونصور. كل ده 90% مش موجود،
هم فعلا موجودين بس مش بالاسماء دي ولا بالتصاريف دي ولا بالهيئه ديت. طيب طلسم العلوم ده بيكتب بالارقام والحروف وبيندمجوا مع بعضه ليه اوفاق وترتيبات معينه جوه مربعات ودوائر او مثلثات، ما فهمش غير اللي كتبها بس. طلسم العلوم ده من اكتر الطلاسم المنتشره في الدول العربيه، كتير جدا بيؤمن فيه بسبب قوه الارقام اللي فيه او ايمانه بقوه الارقام الموجوده اللي جوه المربعات دي اللي بيسموها الاوفاق ويسموها الاحجبه. ده طلسم العلوم. طيب طلسم الفوائد ده بيستخدمه السحر في تحقيق رغبات معينه، يعني عباره عن كلمات شركيه وكلمات مقدسه للشيطان وتمجيد ليه. الكلمات دي بتساعدهم في تحقيق اللي هم عايزينه. في طلسم انا ما كنتش عايز اتكلم عنه بس من باب الامانه لازم اتكلم عنه، الطلسم ده ما بحبش اتكلم عنه بس انا هديكم نبذه بسيطه عنه. الطلسم ده اسمه، ممكن ناس سمعته مني قبل كده وانا بتكلم عنه، اسمه طلسم الاضمار. ايه هو طلسم الاضمار ده؟ ده معقد جدا 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 من هنا ليوم القيامه، مش اي حد يقدر يستخدمه ولا يعمله. الطلسم ده بيجمع بين الخدمه يعني الجن، اسم الجن ونوع التصريف والملك ويوم العمل. نادر جدا وما حدش بيعرف يشتغل بيه الا عتات الكفره، عتات الكفره اللي هم رضعين السحر والكفر، وبعضهم بيسموه اضمارات الحروف، اضمارات الاسماء والكلام ده كله. لكن الطلسم ده خطير جدا ومش طبيعي، والطلسم ده يعتبر من اقصى انواع الطلاسم، معقد جدا جدا للاخر ومشاكله كتير جدا، وبيجمع حروف واسماء من باب العهود الصعبه، الصعبه والقويه جدا، ودي شروط قويه جدا وملزمه للطلسم دوت، شديده، حاجات يعني شركيه لاقصى درجه وايذائه عالي جدا جدا، متخيلش مدى ايذائه. ده طلسم الاضمار. بما ان احنا اتكلمنا عن الطلاسم وشرحنا بعض انواع الطلاسم واللعنات والكلام ده كله، نصيحه هديها لكم، مش اي واحد يجي يقول لك هعمل لك طلسم تقول له ماشي، او انت لقيت طلسم تبتدي تقرا فيه. بعض الطلاسم اذيتها في قراءتها، في حروفها، في معاني الحروف دي. انت بتقرا حرف ما تعرفش الحرف ده ايه، ده بيبقى اشاره لفتح حاجه معينه، ممكن استدعاء، ممكن يكون مضره ليك انت، ممكن يكون اي حاجه تضرك او تاذيك، مفيش داعي، ما دخلش نفسك في عالم انت مش قده، محدش فينا قده. اي كتاب او مخطوطه او مسطوره فيها طلسم من الطلاسم دي المفروض انت ما تبصش عليها، ما تجريش عليها، وما تبعدش تقول اشرح لي ده، محدش بيشرح الطلاسم دي الا لو فيها اذيه جامده جامده وفلوس ليه هو. تاخدش كلام ده عشان تروح تدور على الطلاسم دي او تحاول تفهم حاجه زياده عن اللي انا اديتها لك. الطلاسم دي كلمات الشيطان، دي شفرات، الشفرات دي مقدسه عند الجن، دي اللي عامله زي كتاب الشفره، محدش بيفهمها غير اللي بيكتبها واللي رايحه له. انت بتدخل نفسك في عالم ممكن يزيك، مش ممكن، مليون في الميه هيأذيك. انا جمعت لك اهم الطلاسم، مش معنى كده ان حد يجي يديك اسم تاني انه مش موجود، لا، في طلاسم كتير جدا، بس انا اديتك الحاجات المنتشره اكتر شيء بين الصحراء العاديين، ما عدا طلسم الاضمار ده وضعه خاص، لان ده مش اي حد يعرفه. واللي يقول لك انا معايا طلسم الاضمار اعرف انه كذاب، اعرف انه كذاب مليون في الميه، وخدها ثقه مني، كذاب. اتمنى ان انتوا تستفيدوا وتبعدوا عن العالم ده، واتمنى اشوفكم بخير. استنى ردكم في الكومنتات تحت. شكرا لكم، مع السلامه.